السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من فول جايز. انا مش طالعكم في الانترو لان اصلا ما فيش انترو للحلقه، بس هنحاول نكسب مركز اول ان شاء الله بسرعه عن كل مره. يعني متحمس جدا الجيم ده باذن الله. شفنا الحلقه اللي فاتت طبعا لعبه غفلتني وافتكرت انا كسبت اول وطلعت ما كسبتش حاجه، فربنا يسهل نعمل حاجه الحلقه دي ان شاء الله. يلا بينا نبدا الحلقه، بس قبل ما نبداها ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك القناه وتشير الفيديو مع اصحابك وتفعلوا جرس التنبيهات. يلا بينا. طيب بتاعه المروحه دي ارخم حته فيها الحته الاخيره، يعني هي كلها ان شاء الله باذن الله سهله، بس الحته الاخيره هي اللي صعبه قوي. انا الزحمه بس عامله لي مشكله، يعني انا يا نهار اسود. طب كويس كويس ماشي، جت في مصلحتنا. يلا موكلي شد حيلك كده شويه، موكلي معانا. طب الحمد لله ماشي معانا كويس اهي. الحته دي بقى اغلس حته في البتاع كلها. حلو حلو عدينا الحمد لله. انا عايز اطلع من فوق بس خايف والله. قوم بسرعه. يلا بسرعه. الواد ده في واحد دخل قبليه ماشي، انا التالت كده الحمد لله. حلوه موكلي قوي. طيب اللعبه من ساعه ما عرفت ان انا عايز اكسب اول الحلقه دي يعني جابت لي بتاعه دي رخمه جدا. انا همشي ورا النجمه طبعا، هي ماشيه كده اهي. اوعى كده يا ابني، هي دي. ايه اللي حصل فيه؟ طب هي فين؟ هي هو في حاجه بتطيرنا او حاجه؟ انا امشي ازاي؟ مش عارف، كله بيخش في دي. ماشي هي النجمه فين؟ طب انا مش هي دي، اهي هي دي. مشت كده اهي، دخلت كده في دي في دي في دي في دي. ماشي ماشي ماشيين وراها بس كده اهي. هي دي يا ابني، ملخبطين يا ابني، حرام عليكم. مش ممكن بجد والله على الزحمه دي. تعال نشوف بس ماشيه ازاي. هي دي مشت كده اهي، هي دي ان شاء الله باذن الله. هي دي الحمد لله، قربنا نوصل والله. امشي ازاي طيب؟ هي كده كده. طب ما هي دي، طب هي دي الحمد لله. طيب من 36 واحد خدوا 8 بس يا جماعه، 8 بس هم اللي كسبوا. يا رب نكسب، بتاعتي صعبه بس ان شاء الله نكسب. يعني في 7 هيموتوا ولازم واحد بس هو اللي يكسب. واحد وقع. طب كويس، يا دي هغلس يلا. انا مش هسيبك بقى، انا كده في مشكله كبيره بصراحه. الحمد لله كنت هقع والله. احنا كده في مشكله كبيره، انا وقعت. على الحظ الوحش. طيب نجرب مره تانية يا شباب ان شاء الله ربنا يكرمنا المره دي. يلا موكلي بقى كده اجمد بقى كده، عشان ايه انت بالك شويه مريح. انت واقف كده ليه يا ابني؟ متنط يعني؟ ايه اللي حصل؟ طبعا مش فاهم في ايه. اهو ده في بتاع كمان. الحمد لله عديت بسرعه. يلا بسرعه بقى. يا ابني تقور يا ابني. الحمد لله عديت. اني باب هيتفتح؟ ما تنجزوا يا جماعه، افتح بقى، افتح ونط هنا وخلاص. طب اعدي ازاي طيب؟
يا ابني بتعيط. طب نط. طيب مستفز قوي يا سبحان الله على اللي بيحصل. طب ما لهاش حل يا جماعه، المراجيح دي لازم يعني اطلع. انا مش عارف اعمل ايه والله. امشي كده. طيب طب مش هنط خالص، همشي كده عادي مش هنط، ان شاء الله اوصل باذن الله. امشي بقى يا اخي بقى يا ابني. يخرب بيت. يلا بقى نط يا ابني اخيرا يا اخي. انا عايزك بقى تصحصح معايا كده عشان ايه، احنا محتاجين 35 حلقه من دي تخش فيها. ايوه خش بسرعه بقى ممكن انجز بنفسك كده يا ابني. بقولك صحصح معايا يا ابني. طب امشي صح. طيب بقى مش ممكن مش ممكن يعني. ورا واحد كسب لسه. طب كويس نفسي انط فوق. الحمد لله. يلا بسرعه. حلو قوي بدات تفهم اهو. افهم صح بقى. انا نزلت فين؟ ايه اللي حصل؟ صعب اطلع فوق؟ ما شاء الله اخترت النص بالظبط. تعرف تطلع فوق هنا؟ لا مش هعرف اطلع فوق. ولا هعرف انزل تحت. يلا خد العشرة بس. برضو في النص. يلا بقى خلاص فاضل واحدة. يا خراب مش ممكن. طيب يا شباب دي هتبقى اخر مره نجرب فيها، وان شاء الله يعني متفائل خير نحاول نعمل فيها اداء كويس. تاني البتاع دي يعني مش مشكله، نحاول نكسب فيها تاني باذن الله. نمشي بسرعه بقى. يا ابن اللذينه الواد زقني. انا كده وقعت خالص. بلاش في النص. ابقى لوحدي كده احسن. يلا ان شاء الله جاي. اروح فين طيب؟ مفيش حد كسب بس الحمد لله، يعني فرصتنا كبيره. بس فجأة تلاقي 5 6 10 كسبوا. ما لحقتش اخش. جينا للزحمة تاني بقى. حلو قوي واحد كسب اهو. كنت اقع. حلو قوي. يا ابني حرام عليك. فاضل لي ثلاثة بس، ده فاضل كام واحد يكسب؟ مش ممكن بجد والله على الحظ. طيب يا شباب احنا حاولنا مرة واثنين وثلاثة بس للأسف ما قدرناش نوصل غير مرة واحدة للفاينل وخسرناها. يعني إن شاء الله نحاول المرة الجاية بإذن الله في حلقات تانية. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وتشير الفيديو مع أصحابك وتفعلوا جرس التنبيهات. أشوفكم على خير، السلام عليكم.